السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في مجلسنا هذا ألا ما أرشدونا أن نتكلم فيما يتعلق بقوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، في موضوع دعاء غير الله في دفع الضر وجلب النفع. ولا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآية الكريمة في الحقيقة وأمثالها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل تدعو إلى توحيد الله عز وجل. فيما لا يملك إلا الله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يصرف عمله توحيد الألوهية، أن يصرف أعماله لغير الله عز وجل. وهذه المسألة ينبغي أن تثار وتلقى فيها محاضرات، والحمد لله علماء هذه المملكة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى فقد جردوا التوحيد الخالص في كتبهم في محاضراتهم، فينبغي أن يكون هذا الموضوع في وهذه الكتب التي ألفها علماء هذه المملكة خاصة في بلسان العصر وفي لغة العصر ينبغي أن تنشر كثيرا. ونحن نعرف أن هناك أحزابا وجماعات وقد تكون أفرادا فيهم علماء يتبعهم مقلدوهم من العوام. العوام معذورون، ولكن العلماء الذين يقرؤون كتاب الله ويفهمون هذه الآيات لا يعذرون عند الله. ثم العوام أيضا لا يعذرون، لأن هؤلاء يجب عليهم أن يطلبوا العلم الذي أول ما يكون العلم الذي يجب عليهم يعرفوا ربهم. معرفة الرب من الثلاثة الأسئلة التي تكون في قبر الإنسان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يجب أن يعلم كل شخص من الذي ينتسب إلى الإسلام. فمسألة التوحيد في الحقيقة مهم جدا، فإذا صار خلل في التوحيد ودخل الإنسان في الشرك، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، ومن يشرك بالله فقد كأنما خر من السماء فتخطفه الطير، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد، لئن أشركت يا نوح، لئن أشركت يا إبراهيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ما قال لئن أشركتم أنتم، كل واحد فردا فردا من الأنبياء وتتبعهم أقوامهم مخاطبون بأنكم لو أشركتم، فكل واحد لو أشركت لا يحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مع الشرك لا يقبل أي عمل. فلذلك نقول هناك أحزابا وجماعات وأفرادا وعلماء يستهينون بهذه المسألة وينكتون على الذين يتكلمون في التوحيد، يقول هؤلاء عندهم ما عندهم إلا التوحيد إلا التوحيد، يفرقون به بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الناس ويصنفون الناس هكذا يقولون. وهناك قد سمعنا من بعضهم الذي هو أكبر داع مما يكون للبدع والتصوف، كان يقول هؤلاء الوهابية رحمة الله على محمد بن عبد الوهاب كم يغتابونه وكم يهدون له أجرا من أجورهم ومن أعمالهم. نعم يغتابونه، فيقولون هؤلاء الوهابية ما يعرفون شرك 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 شرك، كل شيء شرك عندهم. هكذا سمعنا في بأصواتهم فيما يسجل عنهم.
فنقول التوحيد أولا يا عباد الله، اقرأ باسم ربك لا باسم أحد آخر. أول آية تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالقراءة ليس باسم الله والعزى ولا ولا ولا، باسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اعرف من الذي خلق. وكل الناس يعرفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فإذا الذي خلقك هو الذي يستحق أن تقرأ باسمه وتعبده. فالتوحيد أولا يا عباد الله، يجب أن لا يستهين هذا الأمر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الصلاة والزكاة والأركان الأخرى تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله. فيجب على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يأتي ولا يذر شيئا مما يناقض لا إله إلا الله، مما يناقض إسلامه ومما يناقض إيمانه. ووالله ما منع المسلمون من الذل والهوان الذي يعيشون فيها الآن، ما كثرتهم وما كثرة أموالهم وأفرادهم، ما منوا إلا هذا الركن الأول، هو الذي ضيعوها في العالم كله. وما هذه المشاهد؟ ما هذه القباب؟ ما هذه القبور التي ينذر لها النذور ويسجد لها السجود؟ أليس هذا واقع في بلاد الإسلام عامة؟ وكان هنا أيضا، لكن الحمد لله الذي طهر هذه البلاد. ولكن هناك ناس مخذولون من العالم كله يسيحون. يجب أن تبنى القباب، يجب أن تبنى المشاهد والمزارات. نقول لهم كما قال الله تعالى: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قد أصلحها الله تبارك وتعالى، فلا تفسدوها. ولذلك نقول يجب على كل أب أن يعلم ابنه أول ما يعلم إذا فتح عينه: الله، أين الله، وما صفة الله، وكذا إلى آخره. التوحيد أولا. ونحن نعرف أن بلاد الإسلام في الحقيقة التوحيد فيه مظلوم. هذه الكلمة دائما أنا أستعمل: مظلوم ومظلومون، ظلمه أهله. انظر إلى القبور والمشاهد، الناس يسجدون لها سجودا. وقد قرأنا في بعض الكتب، ذكر لنا بعض الإخوة أنه ذهب إلى، وهو من المشايخ الكبار، ذهب ليرى ماذا يفعلون الناس على القبر الفلاني، قبر الهجويري أو قبر الفلاني من هو. قال: فذهبت فوجدت أن الناس يسجدون من القبر، هو قبلتهم من كل جهة مثل الكعبة، يسجدون الناس من هنا وهم واقعين في السجدة هكذا. ومثل قال: كشوكولاتة، شوكولاتة أو حلاوة، إذا رميت أنت تأتي الذر من كل جهة فتأكله هكذا وهم ساجدين. سبحان الله، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذه السجدة الذي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يبذله لغير الله عز وجل. أمر واقع. وأنا بدون مؤاخذة لا يعني ذهبت إلى مصر أيضا التي علمت الدنيا وفيها علماء، لكنهم مغلوبون على أمرهم. الآن تجد هناك أيضا مشاهد وقبور، والسيدي أحمد والبدوي والزينب وكذا وكذا، الله المستعان. وفي الهند وفي باكستان، كلها دول إسلامية، في بنغلاديش تجد فيها قباب ومشاهد، ويعبدون من دون الله، يعبدون من دون الله. لا نريد أن نطيل، ندخل في الموضوع. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. أنا أقرأ القرآن آيات، كلها آيات وأحاديث، وأنتم تفهمون إن شاء الله. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية الذي ذكروا لنا هي هذه، هي: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم.
فليؤمن المؤمن أن الله خلق الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة كما فسره علماء السنة المجمعون فسروه اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله ويرضاه من اعتقاد وقول وفعل، يدخل فيه التي يأتي به الإنسان فرائض الواجبات والمستحبات، كذلك يدخل فيه ما ينتهي عن المنهيات. والله هو الذي يدعى ويطلب عند لدفع الضر ولجلب النفع، والدعاء لدفع الضر وجلب النفع فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا قدر عليه يطلب أحد كأس من الماء أو يطلب شيئا من مما فهذا لا يقال إنه شرك، إنما المقصود منه من ما هو من خصائص الله عز وجل. إذا طلب من غير الله عز وجل فهي العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء نفسه عبادة، ولا تدع من دون الله، الدعاء هذه عبادة، طلبك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، طلبك من غير الله هو العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الأئمة عن النعمان بن بشير والبراء بن عازب رضي الله عنهما. وقد جمع الله العبادة والاستعانة في سورة الفاتحة التي قسمها بين نفسه وبين العبد، لأن العبد يجب أن يستعين بالله، يستعين بالله في جميع أموره ما دام لا يدفع الضر إلا هو ولا يجلب النفع إلا به، فيجب على الإنسان أن يستعين بالله. كذلك تنبني عليه أشياء كثيرة، التوكل لا يجوز إلا على الله عز وجل، لأن الله تعالى مهما جعلت واتخذت من الأسباب، مهما اتخذت من الأسباب، إذا كنت لم تتوكل على الله فقد ضيعت أمرك. فإذا توكلت على الله عز وجل فيكون حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالأسباب لابد أن نتخذ، لكن لا نعتمد على الأسباب، إنما نعتمد على الله عز وجل، لأن نواصي الأسباب بيد الله عز وجل. النار تحرق ولكن الله تبارك وتعالى أمسك بناصيتها، حينما أرادوا أن يحرقوا خليله إبراهيم عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. وعندما أراد أن يدرك فرعون أراد الله أن يفتح الطريق لموسى عليه السلام في البحر فانفلق فكان كل فرق. فالأسباب كلها نواصيها بيد الله تبارك وتعالى، فإذا يتخذ الأسباب ولكن لا يتوكل على الله. وتنبني عليها أيضا شعب التوحيد الأخرى كلها على أن يجعل الله تبارك وتعالى هو الذي يدعى وهو الذي يملك الضر والنفع. ولذلك جمع الله العبادة والاستعانة في سورة الفاتحة التي قسمها بين نفسه وبين العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها له، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني ربي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، مدني ربي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي في رواية. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا سأل الاستعانة فله، وعد الله تبارك وتعالى. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله في هذه الآية: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فأنا لا أعبد الذين تدعون من دون الله.
الذين تعبدون من دون الله، ولكن عبد الله وحده لا شريك له، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم، فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها فأدعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المؤمنين حنيفا بعيدا منحرفا عن الشرك، وقد نهيت أن أدعو وأعبد ما لا ينفع ولا يضر، فإن دعوته فإنما أنا من الظالمين من المشركين، والشرك أعظم ذنب وهو الظلم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وكما قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد نهى الله تبارك وتعالى دعاء غير الله مع الله في آيات كثيرة، منها: لا فلا تدعوا مع الله إلها آخر. مع الله لا يجوز أن تدعو الله وتدعو مع الله، فكيف إذا دعوت غير الله وحده ولم تدعو الله وحده؟ فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: ذلك ما من أنباء الغيب من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي غير هلاك وخسارة. وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا المثل الذي ذكر الله تعالى: الذي يدعو من دون الله ويطلب منه حاجاته وتفريج كرباته، مثل الله تبارك وتعالى له مثالا، قال: هو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ بنفسه إلى فيه، يبسط يمد يده، إن لم يأخذ بيده لا يبلغ إلى فمه، لكن يبسط يده يرجو أن يبلغ الماء بنفسه إلى فيه. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كله في غياب وإذمهلال لا فائدة وراءه. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل: الله. قل: فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فينبه الله تبارك وتعالى، يثير انتباه الناس بأن هؤلاء الذين يدعون غير الله هل خلقوا ولو ذبابة؟ أبدا، لا يقدرون. إن الله هو خالق كل شيء، كما قال في آية أخرى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فكيف يعني، كأنه يقول إن هذا يخالف العقل فضلا عن الدين والشرع، كيف ينادون وكيف يدعون وكيف يطلبون تفريج الكربات وقضاء الحاجات من ذوات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. كذلك قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا،
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم، إن كانوا صالحين فكانوا هم يدعون إلى ربهم ويتخذون وسائل من الأعمال الصالحة إلى الله، هم بأنفسهم كانوا محتاجين أن يسووا إلى الله تبارك وتعالى بوسائل شرعية. أولئك الذين يدعون أي يدعونهم هؤلاء يبتغون المدعوون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومن الناس من يعبد الله لا حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لا شك فيه، كأنك تقول في هذه الآية هم يضرون. نعم، يضر عملك أنت، دعاؤهم يكون سببا لضررك. دعاؤك لهم يدعو لمن ضره، فأنت بدعائك إياه قد جلبت الضر لنفسك. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لأنك أشركت بالله بهذا الدعاء فقد أضررت بنفسك ودينك. ومن صفات عباد الرحمن، قال الله تعالى: الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. الذين لا يدعون مع الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعونه من دون وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة، يعلم خائنة الأعين بعلمه التام من تخون حتى لمحات عيونه أيضا. والله يقضي بالحق، يقول الحق ويقضي يوم القيامة بالحق، لا ظلم ذلك اليوم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي أخبرناك يا رب ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، أي أيقنوا أنهم ليس لهم محيص وليس لهم مهرب وليس لهم مفر من عذاب الله وحسابه وكتابه. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا لون من الدعاء، منهم من كان يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقط، فيمنع الله تبارك وتعالى أو يبين أنه ممنوع منهم الشفاعة حتى لو كان نبيا أو صالحا إلا بإذن الله. كذلك قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فالذي يدعو من دون الله ضال عن طريقي عن الصراط المستقيم. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أو أم أنتم صامتون. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. نعم، أين وقولكم؟ سبحان الله، هم عباد أمثالكم، فكيف تعبدونهم وفي حياتهم ربما لم تكونوا تعبدون، وبعد ما مات وفني ولم يكن له أي تصرف حتى من تصرفات الدنيا، فهذا لا شك فيه أنه
ذهاب للعقول وفقدان للعقول. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم عين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ولا تنظرون. لم يبق لهم شيء، أموات، لكن أنتم سبحان الله تجعلونهم آلهة وتجعلونهم نافعين وضارين. وبين الله عز وجل وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا لو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وأعمالهم في الغالب كانت تكون تقليدا لآبائهم في الحقيقة، بدون إعمال عمل وفكر، وكانوا يظنون أن آبائنا هم كانوا على هدى، كما جاءت في الآيات الكثيرة. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هناك أشياء واضحة جدا أمام الإنسان، يعلم في الحقيقة، يعلم أنه مخطئ، لكنه يجلبه تقليده إلى آبائه، وحبه لتقليد آبائه يضله ويبقى في ضلال بحسن الظن أن آباءهم كانوا مهتدين. ولذلك قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية مهتدون. ففي الحقيقة يعني وهذا يوجد في المسلمين في كل المسائل، حتى في مسائل الأفكار ومسائل العقائد وغيرها، ربما يكون عالما يعرف أن هذا خطأ، لكن ما ذلك يقول مشايخنا وعلماؤنا إلى آخره، ولكن الله المستعان، كيف يطمئن قلبه على مثل هذا الضلال الذي يقر به على نفسه؟ قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وقال تعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. القطمير هي القشرة التي تكون فوق نوى، فوق النوى قشرة، وفي وسطها الذي يقول نقرأ هذا نقير، قطمير ونقير وفتيل. فمثل الله تبارك وتعالى في كتابه تعالى بالفتيل والقطمير والنقير. والفتيل هي الخيطة الصغيرة التي تكون في وسط حفرة النواة سبحان الله. فما يملكون من قطمير، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، أين وقولكم فأنتم كيف تسألون؟ ما يملكون شيء، فكيف تطلبون منهم دفع الضر وجلب النفع؟ ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يكفرون بشرككم، ما كانوا إيانا يعبدون. نعم. ثم قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعظ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني إذا كان هناك شيء أنتم تطمئنون بدعائهم فأرونا هل عملوا شيئا حتى يقال إنهم يمكنكم أن يفيدوكم بشيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران
له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. وهذا باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته، وقد قال تعليما دعا تعليما لأمته علمهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويجب على الذي هداه الله تعالى الصراط المستقيم أن يحمد الله، لأن هذه أعظم نعمة. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ينبغي للإنسان أن يحفظ ما أنعم الله عليه هذه النعمة بشكر الله تعالى، بأنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وخاصة إذا رأى أولئك الذين هم ضلوا يعبدون غير الله يبتدعون في دين الله فيقول الحمد لله الذي أعفاني مما ابتلاه. فيجب على المسلم أن يفتش عن نفسه، لا يجد في نفسه شكا ولا شبهة، ويكون دائما يدعو الله تعالى بما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويوم القيامة ينكر الشركاء أنهم كانوا يدعونهم، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أنتم تكذبون، ما كنتم تدعون، ما كنتم تدعون. وهم بأنفسهم يوم القيامة يكذبون أنفسهم ويكذبون أمام الله تعالى. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن من قبل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هم بأنفسهم يكذبون أنفسهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يندد الله تبارك وتعالى من يدعون ألا من يدعون غير الله تبارك وتعالى. ولا تدعوا من دون الله، هنا الإله إلها آخر. معنى الإله ما هو؟ كلهم اللغة اللغويون وكذلك الشرعيون متفقون أن الإله ما مشتق من أله، أله بمعنى عبدا. فالإله كما قال العلماء الإله هو الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، إله عند متخذه. لكن لا إله يكون تفسيره لا إله بحق إلا الله، أي من يعبد بحق. أما الذين يعبدونهم من غير الله فهم يعبدونهم بغير حق بل بالباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع والإله هو المألوه، أي المستحق لأن يوله أن يعبد، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده. وقال في التدمورية وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع. هناك فلاسفة فسروا معنى الإله هو القادر على الاختراع هكذا، فخرقوا إجماع اللغويين كذلك خرقوا إجماع الكتاب والسنة. فقال رادا عليهم قال ليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون، كانوا يقولون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيقول ومشركون كانوا يقرون بهذا وهم بقوا مشركين،
بل الإله الحق هو الله الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى ماله، لا إله، لا هو آله، لا هو آله، يعني إله هناك يكون معناه مألوه، ولا هو آله، لا آله إلا آله، فالإنسان يكون آلها والإله هو المألوه. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، أو أن يجعل ولا يجعل مع الله إلها آخر. وقال في تيسير العزيز الحميد بعدما نقل كلاما كثيرا في تفسير هذه الآية، قال: وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحوه أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستعانة بهم في القربات. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك عكسه. قال صاحب صيانة الإنسان: الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص به، في الأشياء التي تختص به ذاته، واعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا الله. فيكون لا نفهم معنى العبادة الصلاة والسجدة فقط، إنما كل ما هو خاص بالله تبارك وتعالى. فالتقرب إليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي، فلا يتقرب بالنسك والذبح والصدقة والخيرات لغير الله أو لغير وجه الله تبارك وتعالى. والشرك أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله. فذكر أول وأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. وقد قسم العلماء بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية أو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال في شرح العقيدة التحاوية: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، يعني أن يكون الإنسان يوحد الله تبارك وتعالى في جميع ما يفعل من العبادات. في أعماله، توحيد الله في أعمال العبد هو توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية توحيد الله في أعماله، فلا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت أحد غير الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات والأرض واحد، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء فقط ويتوسلون بهم إلى الله، فجعل هذا التوسل هو دعاء غير الله تعالى. قال المقريضي: وشرك الأمم كلها نوعان، وشرك الأمم كلها نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الشرك، وهو شرك عباد الأصنام، عباد الملائكة، وعباد الجن والمشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم، ينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم، ينالنا ماذا؟ قرب وكرامة من الله تبارك وتعالى، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه خاصة. فكانت عندهم في الحقيقة شبهات، وهناك ذكروا عدة شبهات. على كل حال، نعم، فمن جملة ما قال أنه يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا قيل لهم أنكم تعبدون غير الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالجواب كما قال ابن كثير في تفسيره، قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا. الآن شريك تلبية التوحيد الإهلال بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الكفار كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يجعلونه تابعا لله لكنهم شفعاء. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. ثانيا، من جملة الشبه أنهم يقولون إن هؤلاء أولياء وليسوا أصناما. وأجاب عليه بعض العلماء قال مجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم والوثن والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين. الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد من الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن، إذ نفس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسامي على بعض المسميات. فالشرك أن يفعل لغير الله شيء يختص به، سواء أطلق ذلك على ذلك الغير ما كانت تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر. ومن لم يعرف هذا فهو في الحقيقة جاهل لما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه. ثالثا، إنهم يقولون نحن نقر بكلمة التوحيد، نحن نقول لا إله إلا الله. وقوم النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ما كانوا يقرون بلا إله إلا الله، فيقولون هؤلاء المسلمون نحن نقر بكلمة التوحيد، يعني الكفار ما كانوا يقرون بهذه. فالجواب كما قال بعض العلماء، فإن قلت إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد وهؤلاء المعتقدون في الأموات والتقرب إليهم للتوسل والشفاعة يقرون بكلمة التوحيد، قلت هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم. لأنه من استغاث بالأموات وطلب منهم مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو عذمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله أو نحر لهم، فقد نزلهم منزلة الإلهية التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال. فهو يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل بها، بل ولا هو ولم يعمل بها بل خالفها اعتقادا وعملا، فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع. نريد أن نلخص التفسير التحليلي المختصر لهذه الآيات والآيات الكثيرة. فهذه الآيات تثير انتباه الذين يعبدون من دون الله أن عملكم هذا لا تقبله العقول السليمة، فأنتم عراة من العقل، ولو كان لكم عقل لما عبدتم من لا ينفعكم في شيء ولا يضركم في شيء. وكيف تتركون عبادة الرب الذي خلقكم ويملك نواصيكم ونفعكم وضركم، كما حكى الله
تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. فالعقلاء لا يعملون عملا ليس فيه لهم نفع ولا دفع ضرر. وأنتم تعلمون أن معبوداتكم لا يملكون شيئا. قال الله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فهذا كله يدل على عدم عقلكم الذي أوذى بكم إلى هذا الشرك. ودعاء غير الله كان في المشركين من أنواع، منهم من كان يدعو غير الله لقضاء حاجته مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. المشركون كانوا أنواع، والله أعلم. إذا قرأنا كتاب الله وأحاديث رسول الله فنجد أن فيهم أنواع من الشرك. فمنهم من كان يدعو غير الله مطلقا ولا يدعو الله تبارك وتعالى مطلقا لقضاء الحاجات ودفع المضرات مما لا يقدر عليه إلا الله. قال ابن تيمية رحمه الله: سؤال الميت والغائب نبيا كان أو غيره من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين لم يأمره الله. نعم، الآن يسألون الأنبياء ويسألون الصالحين، قبورهم ومزاراتهم معمرة بهذه الصيحات. فكان قال هذه من المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من أئمة المسلمين. هذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين، أن أحدا منهم كان يقول إذا نزلت به ترة، أي مصيبة نازلة، أو عرضت له حاجة، فكان يدعو لميت: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أو اقضي حاجتي، كما يقول بعض هؤلاء لمن يدعونهم من الموتى والغائبين. فلم يثبت أحد من الأئمة وصالحين فعل هذا. يقول: ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذ بعدوا عنهم. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: ومن أنواع العبادة كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلا ونهارا في الشدة والرخاء، ولا يشك أحدا أن هذا من أنواع العبادة. فتفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء، فهذا تلحق الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو عبد القادر جيلاني أو شمسان أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء، أو أن ينجيه من هذه الشدة. فيقال لهذا الشخص الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو المعبود وتعرف أن الدعاء من العبادة، فكيف تدعو مخلوقا ميتا وتترك الحي القيوم الرؤوف الرحيم؟ فهذا هو الذي يقتضيه العقل في الحقيقة. ونوع منهم كانوا يدعون غير الله باتخاذهم واسطة فقط. قال ابن تيمية كما ذكر في آيات كثيرة: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الواسطة بين الحق والخلق، وهو داخل في مجموع التوبة قبل مجموع الفتاوى على كل حال: ومن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملوك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك. قالوا: لو طلبنا من الملك رأسا لا يقبل، لكن إذا جينا بالوسائط بزوجته بابنه أو بمن مقربين من الوزراء وغيرهم، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونه أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج، فمن أثبتهم وسائطها على هذا الوجه بينه وبين الله فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، يشبهون المخلوق بالخالق وجعلوا له أندادا، جعلوه مثل الملك
الذي يحتاج إلى وسائط، والله عليم خبير يعرف أحوال الناس ويقول رأسا أدعوني أستجب لكم. وقال أيضا: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى. ونوع من الداعين لغير الله تعالى الذين كانوا يدعون غير الله تعالى، كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون ويدعون غير الله في حالة الرخاء، وإذا وقعوا في الشدة تركوهم وكانوا يدعون الله وحده، وهم الذين حكى الله عنهم في قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق كذلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك في عبادة الله. قال السيد رشيد رضا رحمه الله: ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين، هذا مما هو أحوال المسلمين الحاضرة، وهم يفعلون، هم يسمون أنفسهم موحدين وهم يفعلون ما يفعل جميع المشركين، ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الدين، فلا يسمون أعمالهم عبادة. اللغة تقول هذه عبادة، الدين يقول إنه هذه عبادة، لكن هؤلاء خرقوا الإجماع اللغويين وإجماع أهل الدين. نعم، هذا الذي يقصد، يقول هم يفسدون اللغة كما يفسدون في الدين، فلا يسمون أعمالهم هذه عبادة، وقد يسمونهم توسلا وشفاعة، ولا يسمون من يدعونهم من دون الله أو مع الله شركا، ولكن لا يأبون أن يسموهم أولياء شفعاء، وإنما الحساب والجزاء على الحقائق لا على الأسماء. وقد رأينا أن أكثر الآيات فيها لفظ الدعاء، يقول سيد رشيد رضا: لا تدعوا، ما أكثر الآيات لا تدعوا غير الله، إنما جاء مع الله، ولذلك قال: وقد رأينا أكثر الآيات فيها لفظ الدعاء مع الغير. ومن تعمل تعبير الكتاب العزيز عن العبادة بالدعاء في أكثر الآيات الواردة في ذلك، وهي كثيرة جدا، يعلم كما يعلم من اختبر أهوال البشر في عباداتهم أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي يثيرها الاعتقاد الراسخ من أعماق النفس، ولا سيما عند الشدة. تصديقا لهذا، روى الحاكم في المستدرك عن عروة بن الزبير قال: فرع كلمة ابن أبي جهل وكان أعداء الله تعالى، أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم مثل أبيه، فخاف يوم الفتح أنه إذا تمكن من عليه النبي أو تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقتله، ففر إكرمة ابن أبي جهل يوم الفتح عامدا إلى اليمن، فأقبلت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمة وهي تحت إكرمة ابن أبي جهل، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوفاها من زوجه، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب زوجها، فأذن لها وآمنه صلى الله عليه وسلم، فخرجت برومين، عبد رومين لها، فراودها عن نفسها، سبحان الله، لما اختلع بها راودها عن نفسها، فلم تزل تمنيه وتقرب له حتى قدمت على أناس من عكة فاستغاثتهم عليه فأوثقوه، أوثقوا الرومي. نعم، المرأة إذا لم ترغب، ولذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة،
قالوا قدم الله الزانية لأن دواعي الزنا أكثر ما تنبعث وتحصل الزنا إذا رضيت المرأة. نعم، فهنا في الحقيقة انظروا كيف هي منته وقربت له حتى قدمت على أناس من عكة فاستغاثتهم عليه فأوثقوه، فأدركت زوجها ببعض التهامة وقد كان ركب في سفينة، فلما جلس فيها في رواية حاج عليهم البحر نادى باللات والعزى، نادى إكرمة بن أبي جهل باللات والعزى، فقال أصحاب السفينة لا يجوز هاهنا أن يدعو أحد شيئا غير الله وحده مخلصا له. فقال إكرمة والله لئن كان في البحر وحده إنه في البر وحده أقسم بالله لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فرجع إكرمة مع امرأته فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه. آخر كلمة إن شاء الله، كلمة في الحقيقة كما قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أيها الإخوة عليكم بكتب محمد بن عبد الوهاب للتوحيد، لأنه أحيى التوحيد بعدما اندثر، عرف الأحوال فوضع الأصابع على مواضع الخلل. كتاب التوحيد هذه صغيرة لكنها تجدون فيها، له كتاب الأصول الأربعة، كذلك كشف السبعات، أي كتاب له، كذلك الحمد لله علماء هذه البلاد قد شرحوا هذه الكتب شرحا مبسطا، لو كان متخرج من الابتدائية لغته سليمة يفهم إن شاء الله عامة معناه. فعليكم بهذه الكتب. قال عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الأربعة، قال إن مشركي زماننا، هذا واقع الأمر لا يقدر أن يكذبه أحد، إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وهذا واقع الأمر. وأنا أذكر أنه لما حصل قتل للمسلمين في مدينة جوجرات قبل 20 سنة تقريبا، والرئيس الحالي هو الذي تولى كبره، والرئيس الحالي الآن في الهند هو الذي تولى كبره، قال أنا الذي بدأت به وأنا الذي أقدر أن أوقف، فكان المسلمون قتلوا وأحرقت النساء الحوامل، والصورة إذا رأى الإنسان المرأة ماتت وتحترق والولد رأسه يرتفع في بطنها حتى فقعت أو حتى شق بطنها، كل هذه وقعت الواقعة. فكانوا في العراء وهربوا من البيوت، يغرقون عليهم بيوتهم، يغرقون عليهم الباب ما يخرجون، فهربوا إلى العراء كانوا هناك، فجاء بعض المسؤولين من الجهات الأخرى فقالوا نوصلكم إلى مكان آمن، فقالوا لا وصلنا إلى قبر السيد فلاني. سبحان الله، هذا من أشد الشدائد، يقولون وصلنا إلى قبر سيد فلان، سبحان الله، يستغيثون منه. فهذا واقع الأمر، ولذلك يجب أيها الأخوة أن تعلموا أهمية التوحيد، المسلمين والله أضاعوا التوحيد، ولذلك أثار غضب الله عليهم، وهو الرحمن الرحيم الرؤوف بالمؤمن الرؤوف الرحيم، لكن ما ذلك الآن غضب الله تبارك وتعالى عليهم فهم أذل الأمم، فلا يصلحون إلا بما صلح أول هذه الأمة بإصلاح التوحيد، ومن التوحيد تصلح الأعمال الأخرى إن شاء الله. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وهو المسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.